بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى حلقضاً هي حلقة كحكتة لبضع حلقضات وحان كؤيقينا صدح قضب صدح ذا قضب وحين قندوانان. أولاً حلقة عوان كذو حوية خطرتا لقن كان قوم اللوت كأه إيو خطرتا لكن كان كلاً إلن رجليرا أما ترانسجندريزم حاجي سالك كو هيان ودك مريكن كو مسيد نقولي أهانشري محاكين الدردر جلينتن يفا فدا هدا يفافين وأد مدرخنتي إن أي ساقين ميل والبا قضب كو أد مدا سون قندونا قضب كلا بعد كل كان تاريخ دي سكن ما أننا وح نقندونا سامينتا وإنجا كمجتمعهان خاصة مجتمع اللغة أن كهذا يكون هذا الشيء الصوماليات إن أي والدين تفهمان تاريخنا لكن كانوا ليها يسامين تإنجا أولادنا وكي ينكروا محايا لقويس والبوس الصوماليات وما أنت كنا القربها الماء إسكود أتجا واحد مر كان أحد لينه إن ربنا إنا بتبعدنا فرين تنلاقو تلاقي لي ووالدين تعرضوا لسكول هذا نادو قدر كسد حد إن شاء الله تعالى وحن ربع إن إسرائيل لا بقى ضبو إسكحرن ومدينة ويهي خلاضات فربضن أن أركينو إن يسمين يام داد مركا مسؤولين ومسلمين أن نظام كا أحزاب تودن كان إسكوها يسي خاصة حزب ديمقراطي قيبكا خلاضات كديميت أي كل عيان يوم حالة مركا حلقة إن شاء الله تعالى وحين نقوم تاريخ قود مر meeshu ka yimid lambar labo inaga saameyntu inagu yeeshay iyo qodobka saddexaad oo laba waji leh wajina uu yahay saameynta uu dad mas'uuliyiin oo fara badan uu ku yeeshay iyo sida runtii halbeega ama miisaankii wax ku dhirarin lahaayeen uu uga lumay iyo maxaa xal ah maxaa yeelay mar walba dhib la sheego saameyn la sheego xalka waa in lagu daro waxaan rabaa inaan idhaah ما دام المجتمع المسلمين هرت اسمه الشيء اللي إنه لكن كان قوم لوط كأه يدينتين وحي كقبط هديسة أنكر مرة نبي لوط قرآن كوا حلقو الشيء إن لقو قياس الله تاني تدبتشر إن أنت كبضنا لكن كان سيابك لدوم بدينتين وهذا الشيء سيدو كان النبي لمبو إلهي أصدر لكن كان نبي قعدت كي ديدي لكن كان كم رح أذاجي قاب بني آدم الله مريو مدي وقدرنيد وقرآن كشيغا اللي مريو وحين أقنا ملك الجبريل عليه السلام إنه أنتو كر وقاضي ومركا مدو حودينا من جهة كدقي من جهة دينا مضحة كدقي مدعي العدسة الله عقابه مركا إيضا أمركا لقن شرع لو سمية ماهين لكن ما أنت سي أن أفه أنه خطرت لقن كان إليه ولبا دائر تكو كريسة ودمدن وكل إليه waxaa loo sameeyay sharciyo waxaa loo sameeyay xuquuq dastuuri ah waxaa isdhexgalay marka qofkii muslimka ahaa ee xuquuqdiisa raadsanayay miisaankii uu nolosha u watay iyo iyagu miisaankay wateen baa isdhex xalowshay oo isdhexgalay waana midda nagu kaliftay xalqadan in la jeediyo waxaan rabaa marka inaan idhaahdo kow taariikh ahaan waddankan aan joogno Mareykanka ama si guud qurbuhu ama Yurub ha noqoto ama meelayogan bulshadeenu ay u soo qaxday sidan ma ahaan jirin haddaa taariikhda raacraac ku sameyso sidan ma ahaan jirin mar waxaa jirtay iska dhaqankane xitaa zinada labada qof ee isqabin wadamadan aanay badnayn oo dadku waxooga dhaqan ay ku dhaganayeen baa jirtay waa kolkaad eegto daraasaadka laga sameeyay kolba meel bay soo mariyeen dhaqankan marka hadda aan ka hadlayno ee qoomuludiga ah isaga marka aad eegto waxaa dardargelintan iyo faafidan iyo xawligan uu la soo baxay sida uma sii fogeyn waxaa la oran karaa soddon sano soddon iyo shantii sano u dambeysay ahayd waxaa jiray marka waxyaabo fara badan oo isgaadhgaaray kow wejigiisa hore wuxuu ahaa oo waddankan aada loo sheegaa dhacdadii new york ka dhacday 1969kii in ahayd baan jeclahay ee loran jiray stonewall riot stonewall riot wuxuu ahaa club ay dadka marka geyska ah ay ku maaragtay tuman jireen waddankan Mareykanka markay bilayskii joogay baa soo weeraray iyadoo dadku aad baan ugu baraarugsaneen bal fiiri waddankan
كن سجال بقول لحدن إيه سجال كي وحدي دنا إن دت كاسو إنتي مال إسكو الرصدان ولكن كان يفاف وحكي تصيصة بني آدم ك أما قالها أحد أما مسلنا هذا بنشوينك أما قوميده وحيليهين مرك قاركود أخلاقيات فربدن بيليهين أوقفكو إلمه سئني أونك سندان وتشعليا قال يا مسلم نوح وهذا قفكو إلمه سئني بلود كبرا وتشعلانا يا قال يا مسلم نوح يحي كل سقال بقول إحنا نسقال كوحلا وصور مركا ماشى أيده كلامك تاسو حيك أنت مركا بليش كونوا استعمال إكسسي فورس أو ضد فربدان معركتي لوحد جدبي سري مركا لو أركي تاسو نو حيك أنت إن معلمو إلا لح معلمو أما ستمان كدو مظهر راديو أي سعودان. مركب واحد يلا ستون وول رايت أو نيويورك هذا عايكون سجال بقولهن سجالك. بوحلاورن كروح وها. وتشي وهرية برنامج أصاب حو إذا عليه قبضي. أنت مركب لقي مادو. دتك أبياش وهذا كان إنه فافو. وحقيقة استراتيجية اللي له هذا سيدا لو نورماليس غرين كرا لكن كان. ما دام مظهر راديو دعين. ما دام إذا عليها يقبسدين ما دام إلا حد أي كل عوائين يجو بنان كتاجن أو كوحة مر البواترتي قل كتيف كده تكون حيدونا وكسمين شرين لكن بنان كولا صباحان وحي بلابين استراتيجية مركا سيرين ودن كان مريكم كأوجدنا لكن كان وحي مركا بلابين استراتيجية لح وشيء قاتن يعني استراتيجية مركا لح وشيء كومن وشيء كوادو حوها وحي لهذن إن أن بدنه كهذلك يو هذا الحين تا لكن كان قوملوت كأسين لون نورماليز غريو أو دت كدقيه سو أي وبتان مركز هذا first stage وحوا ها إن أي بلابان كهذا الكيسة إن مالها فجارها لجا حضلو وش قال بعضو حوا ها إن يجا victim أي سكديكان victim لجا دوا يعني قفل الظلم يو قفل الظلم يين إسكديكان أو مركز إسكدر ريان civil rights movements كي أمد دقاقية دي ودن كان صومر سيدا مدى ابتكار كمركي اللي لدى قالمي دومر كمركي قد قالمي شقضة إيو مشاركة إيو وحضورتان يعني ودن كمركي وحين لغن هاي دقاقية فربضان وحقوقه كالدوان لغور رادين ياجر إني مركا كل حدون تان ويغن إسكالي غان داد فيكتما أو مركا ظلمان وحكام قيه مركا ويجيغ كوة تاسوها هذا الحين تا إن مارت ميلو بأي كشيغان إنتي قاري كران سي مركا وحي لو نورماليز غريو او بلشده دخديده waxan wax qayb nolosha kamida loogu arko istaraatiijiyada labaadna waxay ahayd in maxay in victim ay iska dhigan sida dadka madawgeed dulman oo kale dumarka marka xuquuqdooda raadinay sida waveki u horay ama hirki u horay dhaqdhaqaaqii feminist kal oran jiro kale qodobka ama istaraatiijiyada saddexaadna waxay ahayd in dadka iyaga u dooda ay ka dhigan heroes halgamayaal haliyeeyo ay ka dhigan oo ma aragtay guriyaha ay ku sawirtaan oo ma aragtay ee sawiradooda ay buunbuuniyaan oo ma aragtay ay ka dhigan dad marka lamida sida Malcolm X ama Martin Dr King ninki loran jiray dadka yani civil rights movements ka u halgamay jiray in ay barbar dhigan oo iyagana ay ka dhigan heroes istaraatiijiyada afraad waxay ahayd baa leeyda in dadka iyaga dhaliila ay villain ka dhigan to vilify إن كدجان نمن ظالمين استراتيجية كحل تنوحي هاي إن أي ميديا هدح جلان أو مركا كاركترسكا أما أكتر هذا في المذا أي كويشان دد ليقانو أو يجا كترسم دد كاسو أنت بدل هاد دد أما رك شركة شركة ليس شري أما ما ركتي مرقاه ليس شري وحلا مدرسي برشة عنده هذا نيوسو جيتان وحضر كيس أمانتا وحيكو جولستين هوليوود كمركز هذا إكتو أفرتي أكتر بمد إنه يجا النقضه سيدو كله كارتونس كعروت هذا إكتو كارتون هذا عروك بلو كيوس يكاي وحيا به لما يتكع وحل أكيسا كاركتر دود إني عادي وشلون مثلا عروتو هذا كارتون كأجود دا وشدة بدين وحل رامد كلي راب بلو كيوز والد والبا أو جورجيس المه كود دا وضع أركي كرتا هسوا حكوتشرا برنامج الله صباحيو أو معنيه ذو مركع النقنيان فاميليدو قاربا وحكة كوبين هوية أبا عروق كرسانية قاربا وحكة كوبين هوية كليو عروق كرسانية قاربا فاميليدو وحكة كوبين أبا كليو عروق كرسانية قاربا وحكة كوبينهن لبا هو يو عروق كرسانية قاربا وحكة كوبينهن لبا أبا عروق كرسانية ساس يقصوا ده جلين ميديا وده كان مريكا كان وحالي ره ذا the average American person قفك وده كان شو مالينكي صدح ساعة يبر إلا أفر ساعة إن كدو أيو إذا عدا كبحيا ميري ساسي كسو قلن استراتيجية دا قدن بسيقاتين
ودنك أي كله وريجن أما هذا رنتي دردر تايو صوبنا بحاء أي كهلين وحيدنا هيد إن أي فايفون أو سي كديجان موفمنتي ودن سي أي غرانتس أو هلان غرانتس أي كل قاتيان مشروعية دودا غرانتي أي كل قاتيان مؤسسات كود إنستيشن دودي وحلمت كاب قف كحيسين يا مركا دراسة إنه ديب الراديو ها آخر يبو قليرة after the ball how America conquered its fear of gays and lesbians Amazon كوكوشرا وحويان بوغاس وبوغاكتا وقالي سمبو كوشرا وحكولو قفكو أخي كرا بوغا ليرا هذا something queer has happened to America لبدا بوغ دادك اللغات دا انجلش وحكو أخيه وان اوتي الماما ياسي اي اقدر كان تاريخ دا ما عرقتي قردنا إليهن انتا مركا لمرايو مركا شان اي طبنكي سيني قدن بيه ودن كان مرايكنكا لبا شيبا كدعي لبا دا شيبا ربنا تاريخ دا انان قبت سينو سي قف كنا داوانيا وفكر وجهله سيدا أي ودمدن ولوريجن لبضة شيء كلي جرجاري وحويا وحليرة the decline of Western Church أما the decline of Christianity ودن كان حجاس بعو خد عي دينتي كريستيان كم حنو لشيدنا كنيسة ديه بعو حا كتر يدك دايرتها وحيش وصو هري دقي وحي تاسو كانت مركا دقي ذني مركا دنتان جيل كله حلا ديمه إيه واحد حمار سمين متشرو كني سري مكاني حرمان بين قدين هذا وقت كمريكان كا إن كدو شن كن أو كني سدود إن كدو شن كن أو كني سدود يا سنة دول بحرمتها وحالة ديسمبر ليرا إن كدو لبا كن يلا بقول دراسة دن ودرادين كرتا واحد أحد كوفيد 19 كي كهر وحي كوفيد 19 كدم بيجي سدي بيوحد ميان واحد اسمه ين متشرو تاس مركا واحد كنت إن كريستيانتي أما أودي كنيسته أي خاص ولا عضو مركا وحاب الدلي فافد إلحادك أما واحد يرى the rise of atheism the rise of skepticism the rise of agnostics إن ما أنت ودك المراكن اللي يري بقول كي بس صدقن إيه سجال وحويان وإلحاد وأثيست محامر كماشي كسب حي وحكى سب حي أمد مجع كريستياني ماذا مجع هان أهون لكن كنيسته iyoma aragtay waxyaabihii aan ku xidneen oo qalbi maran iyadoo taajirtay marka qoladani waxay la wareegeen baa la yiraa waxyaabaha la yiraa cultural institutions ka ama muassasadka maxaa laga wada cultural institutions ka idaacadaha saxaafadaha warbaahinta oo dhan muufiyada aktarada oo waaweyn haddii aad aragto maanta runtii waxaa la yiraahdaa البريكسي والبا سكن والبا ما اهد دقيقات البريكسي والبا وحال مرو سكن ان ka badan 28 مليون oo qof waadunka waxay daawanaysaa aflaantan xun xun waxay ku tusaysaa marka sidee u la wareegay cultural institutions ka taariikhda aan soo sheegney ee wadankan uu soo maray oo xitaa mar ay ahaayeen wax laga xishoodo waxaanu niri waxay banaanka u soo baxday kacdoonkii ka dhacay New York ee bilaysku ay weerareen meeshii Lauren Jerry Stonewall Heights waxaan kaloon sheegney in inta wixii ka dambeeyay markii soo ifbixidaas ay ku xigtay in ay dejiyaan istaraatiijiyadan hadda aan idiin sheegney lixda qodob istaraatiijiyadaas qofka raba inuu tixraac sameeyana waxaan u tilmaamaynaa buugga leeyra after the ball how america conquered its fear of gays and lesbians iyo buugga leeyra something queer has happened to america inta markaan sheegney waxaan ku xijinay hagaaska ku yimid diinta kristiyaanka kanisadihii oo xidmaya laana dadku markay kanisadaha aadi jireen waxbay xeerin jireen taasi markay dhacday atheism ku kor u kacay atheism waa qofan diin aaminsanayn alla aaminsanayn wuxuu dooni sameynaya iyo qoladan aflaantii iyo wixii la wareegtay inta taariikhda kolkaan uga imaado waxaan u imanaynaa qodobka labaad oo ah innaga mujtamaceena muslimiinta ee soomaaliyeed ee maanta caruuruhu iskuulka inoo tagaan public schoolka waxaan public school u leeyahay iskuulada islaamigu waa qaali charter schooladu waa qaali bulshada luqadooda aan ku hadlaynay soomaalida waxaan ogahay oo xogaal u ahay tiro yarba ka aada ama goyn karta in ma aragtay ay aadaan islaamig iskuul ama charter school waddanka dadka inaga tagay dib u qaxayna tiradoodu ma badna waayo qofku duruuf ahaan uma saamaxayso inuu isaguna xaggan joogo reerkuna xaggaa joogaan waxaas oo intuu tigid ka bixiyo dad yarba ka bixi kara marka waxaan saa u leenahay inaan isu sheegno inteena badan public school yaa carruurtu noo aadan public schoolkaanu ka hadlaynaa public schoolska waxay soo dejiyeen shuruuc aan rabno waalidiintu inay ku baraarugaan afar qodob baan sheegayna waxaan rabaa marka waalid walba khatartay jirta in aan daboolka uga qaadno waa midda koowaad waa markii u horeysay
منهجك وحبرشة educational system كا ستوسة قردن لقن كا همي أي أسو غلين بل أي ربان إني أولو ريغان مركا مروا حي سومرين حيد لقن كا يغواكن كينو نواسيدا أن وضن نولانو peaceful coexistence تا حد دو يسور دافتي ألم ترى ويسور دافتي حد دو حويان وحن وإنات قادة توي وحاتو صالو آم مركا وحن كده حجرنا وحي سكولة دا يميد المهي مسلم كاها ed ogeydeen ee Canada waa bishii hadda aan soo dhaafnay June bisha iyagu ay ku magacaabeen Pride Month ama bisha dadkan qoomoloodka iyo dhaqanka xun ay soo baxaan bisha iyada ah waxaa lagu qasbay iskuulka ardaydii dhiganeysay inay wada joogan maalinka calamadooda laga babinayo waalidka muslimiinta dabcan iimaankooda aan ogolaanin ilmihi bay ka reebeen waxa marka banaanka u soo baxay clip runtii aad u faafo viral noqday macallin taariikh dhiga oo ilmo muslimna ku qeylinayo leh shalay maxaad u maqneyd ma maqnaan kartid adiga haddaad rabto in lagu aqbalo oo lagu dulqaato waa in aadan ka maqnaan ilmahana wuu maqnaa bal waxaad ka fikirtaa ilmo yaroo la bullying garaynayo marka waxaan rabaa inaad ogaataan saameynta caruurteena ku yeesheen ilmo yar gabadh yar baa waxaan u xireynaa khimaar markaasna public school u dareynaa lama hadlayno war kama hayno markaas ardayda dhexdeeda waxa la leeyahay haddii rabto in lagu tulqaato fiiri gabadhan waxay ku dhalatay wadankan waxa laga yeebaa waalidkood inuu citizen yahay sida oo ay tahayba waxa loola dhaqmayaa qof wax xuquuq aan lahayn markaas waxa la leeyahay haddii rabto in lagu tulqaato maxaad sharci u maqnayd yani runtii waxa waxay noqotay cajiiba ingiriiskana way ka dhacday waxyaabaha marka hadda iskuulka ay keenayaan waxa kamid ah koow in ilmaha magaca ay ka bedeli karaan adigoon ogeyn meeshan waxaan gelaynaa marka transgenderism macnaha hadda qoomoloodnimadii waa ka soo baxday dhalin roga transgenderism waxa la yidhaahdaa labka iyo dhadigu wax loo dhasho maaha ee waa wuxuu qofku dooran karo si kale haddaanu idhaah faarax mara xaliimu noqon karaa mara faaxiisu noqon karaa xaliimana faarax bay noqon kartaa lab iyo dhadig wax loo dhasho maaha ee wuxuu qofku dooran karo waa sharci dhan markaasi waxay u bixiyeen the assigned gender marka waxay sameeyaan saddex wajiib uu maraa waxaa hadda bilowday inay toos u wada shaqeeyaan dadkii golaha sare ee iskuulka ku jiray board of education-ka iyo gender clinics-ki ama transgender clinics-ki shay baaradii ka shaqeyn jiray waxyaabahan labadiiba iskuulka taxaluus sameynaya marka markaasa hadda in ka badan boqolkiiba konton iyo koow macallimiintii iskuulka dhigaysay baa waxay ku qanacsan yihiin conversation ka meesha lagu sameeyo ama sharciga meesha lagu dejinayo sharcigan ka hadlayo waa maxay waa sharciga ah in ilmahan haduu wiil ahaa uu gabadh noqon karo dooran karo gabadhuna ay wiil dooran karto qaabka ay u sameeyaan u soo noqon doonaan laakiin sharciga in la meel mariyo waalidiintu inaan qayb ka noqonin macallimiinta ku dagaalamaysa waa more than 51% in ka badan boqolkiiba konton iyo koow macallimiintii iskuulka joogta iyo boordkii baa waxay ku qanacsan yihiin oy ku dadaalayaan in conversation-ka miiska lagu sameynayo sharciga la rabo akhlaaqda caruurta in lagu burburiyo sharciga la rabo faarax inuu xaliima noqon karo xaliima faarax noqon karto sharciga odhanaya lab iyo dhadig wax loo dhasho ma ah annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu nagu baray inuu ilaahay abuuray lab iyo dhadig wax u dhexeyna aanay jirin sidaa darteed iyagu arrintii aasaasigaad bay ka hortaagan yihiin waxa sharciga loo samaysanaya aniga ma ah waalidow adigana ma ah ee waa kuwa aan dhalay ee maskax ku filan aan lahayn weeye khatartaasaan marka wajahayna qodobka labaad ee meel marinayaan waa maxay waxa weeyaan in la yiraahdo la meel mariyo home is not a safe place and the places of worship is not a safe place haddaan luqadeena ku sheego gurigu safe place ma aha meelaha lagu cibaadaysto masaajid kaniisad ama sinigaag ama tembla meel seefa ilmaha uma hey xagee u ah waxaa u ah marka qoladan sharciga u samaysanaysa iskuulka u ah weeye wayna dhacday qofka raba inuu raad raacana Catholic Sisters Forum forumada la yidhaah dadkan gaalada ee dhaqankan diidan daraasaadka ay ka sameeyeen in anu hadda inoo soo xiganayo iyay raad raaci karaan qofka u baahan Catholic Sisters Forum waxaan kaloon u sheegi karnaa buugga la yidhaahdo and get out now waa buugga magaca waliba waa buugga hadda anigu aan akhrinayo waxaa la yidhaahdaa get out now why you should pull your children out of public school muslim ma qorin gaal baa qoray sharciga marka aan ka hadlayo meel marinayaan waxa weeyaan sharciga oranaya gurigu safe ma ah meelaha lagu cibaadaystana masaajidka aan dhahno safe ma xagee safe waa iskuulka safe waa iskuulka la rabaa caruurta in lagu rabeeyo marka oo lagu bedelo
وحويين هدول لبي هنا لدق لقديك كرا هدول لدق هنا لب لقديك كرا سال لقديك كرا وحي سميان بدراسة دول هذا حي كو المها وحال صهر إذا يا بومبلوين كان لوعي عرو هدي ويلكو لا أركو إنه بومبلوين كان جبرنا أو إج يوحس أو كعياري وحيليهين وحا خلدمي جندر كيسي يعني لو ما تلقلين ويل إنو النقضة جندر كالسحر اللو قد تلقى للقبل بي سبحان الله إنك إلهي وحي نوشيك الخالق إنو يهي المصور إنو يهي ألا ماركو هربا ما عركتي حكمت دي سوحكو أبورة وحن وحن ما عركتي إنو يسو يمد ما إلهي با سبحانه وتعالى قدر لب يددك وحن نقن الله وحديث 40 واكا كتشرة ملقى الله صدر يقفكو الشيخ يلب يددك وحن نقن خير قبية شروضة وحن نقن أرزاق الدأ وهلي وهكذا وحلم ذا وحيابها عصاص كسلام كان لصوبري سيدا درت البشر عن الحلية هي إن حدي المه يهمد أتشان شارة محامكو إلى هذا كلا رضو يقبلها تعليهين أما ما عركتي بومبلوين كان كوا قبلها وحلية هي وحوية قبل إنه النقضاء أحد وحي قصة من وحي لها social transitioning social transitioning وحكم إذا literature هذا أمانة يا رج جنسيكو يسيكو يهميتك كدوان معنا دولة بيهاي literature هذا أمانة يا قبلها وكذا إن لو بديو إن ميلها قاركو دا لوغو تلقالي مركو قارو إن أفر التمن إستدادة قاركو تهان آمن سنة هاي وحي لها هذا puberty blocking hormones إن لغو مرو وما حي puberty blocking hormones وحويان هرمون هذا أما الدوين كا إن محاكو إلى هذاي ديب وعلي حبناها الترم كدومر كمثلا قبله إلى عقوب باري ناسو كباري مر بسيو كرتحي ناسه دوي كوريان وده سايز كاس بدلية إلى ساسو معرتي أو أبور وطلق لي دوين كان مركب وحي ديب وعليان أو شيقيان وحويان دعامدي كقب قاعدا لها كورين كان ناسها دومر مداس مركب وبيبرتي بلوكين إيريا وحيابها المعرتي رجع أخاس كا waxa ku xiga marka u dambeeyo waxa la dhahan in surgery ama in xubinti taranka wiilka laga jaro oo waxa ma artii kale ee lagu sameeyo iyo waxa kale taasina waa sharci kale midka kale isna hadda jira waxa kamida in meelaha qaar kood runti daraasadu ay tilmaamayso la leeyahay ilaah ama diin kalmaha li kartid ilmaha guriga markuu joogo waxaa jirta hooyo latino ah mexicana presentation keda aan daawani oo yeeso waxa lagu yiri ilmahaaga guriga markay joogan you can't talk to them about god why markay tirsooto maxay tahay waxa lagu yiri intimidation bay ku sameeyneysa maskaxdi xurta ahayd ee fikri lahayd yaad ka cabsineysa ilaa dadkan mexicanka oo dadkan isadi ku dhagan way marka gabadhiiba iskuulka marka lagu wareystay waxay tiri hooyo marar waxay iga sheekaysaa you know judgment day waxay iga sheekaysaa hell fire waxay iga sheekaysaa god waxay iga sheekaysaa carada god waxa lagu yiri gabadhan xurriyadeeda ka hortaagantay sida darteed kalama hadli kartid gool guriga markay joogto fiiri marka guriga markay joogto kalama hadli kartid waana meesha hadhow aan soo qaadan doono markaan ka hadlayna saameynta inagu yeeshay qodobkan liraado parents rights freedom ama act ee waalidka iyo dawladdu inay dawladdu ilmihii aad dhasheed korsanayso ka xigsanayso oo waxa loo dhigayo iyo qaabka loo rabeey inay adiga waalidka aad shaqo ku lahayn hadhow baan ka hadli doonaa shuruucdan hadda aan sheegnay marka isteediyada qaarkoodna waa laga dhaqangeliyey isteediyada qaarkoodna waa bilow waxaana jira waalidiin muslimiina iyo waalidiin muslimiin ahayn oo dadkan conservativeka oo isu bahaystay iskuulada qaarkood inay ka dagaalamaan sida state-ka Michigan iyo waxa la midka intani waxay qayb ka tahay marka iskuulada waxa hadda yimid xalqada soo socota waxaan kaga hadlaynaa sida dadka mas'uuliyiinta ah ee muslimiinta ah ee xisbigan ka tirsan runtii ay u luminayaan halbeegii iyo qayimkii islaanimo sida ay wax isugu barxayaan sida runtii mararka qaarkood dadka ay confusion ugu ridayaan iyo maxaa marka xal inoo ah waxaan kaga hadli doonaa xalqada soo socota intaan ku kulmi doonan waxaan idinkaga tagaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.